بعد مرور أكثر من 10 سنين وبعد 3 يوليو 2013 بنكتشف إن مصر بتعدي بأسوأ مراحل حياتها في التاريخ، مرحلة راحت أو أخذت المصريين في داهية، مرحلة جت بعد انقلاب وخداع للمصريين، انقلاب بدأ بدعاية الكذب والتدليس اللي كان بيمارس في فترة الدكتور مرسي. من ناس دلوقتي حاطين جزمة ببقهم ومش قادرين يتكلموا. هفكركم باتنين من أسوأ ما فعلوا وهيفضل في تاريخهم، هاني رمزي وأحمد رزق. لما كان هاني رمزي عامل برنامج أيام الميغا واستضاف كل فنان وكل فنان يخش عليه بهدية، فكان ضيفه في الحلقة دي أحمد رزق، وطبعا داخل عليه بهدية، فدخل عليه بهدية غالية جدا، أنبوبة بوتاجاز، لأن وقتها الأنبوبة كانت ب7 جنيه. طبعا دي كانت أيام الحرية، أيام ما كنت تدب في الرئيس ما تخافش، فطالعين يتريقوا على ان انبوبة البوتاجاز بقت ب7 جنيه. ان انت بتحاول تمحو ذاكرة الناس تنسيها 2014 كانت بكام انبوبة البوتاجاز ب2014، مش مهم، نجيب الزيادة من 22. انت واخد بالك من محو الذاكرة؟ لا، نجيب لكم بقى من 14. بنزين 80، ف2014 كان بكام؟ طب دلوقتي بكام؟ عشان ما تتعبش نفسك هقول لك انا. لتر البنزين 80 اللي بيتنقل عليه البقاله واللحمه والخضار والمواصلات بين المحافظات والمواصلات داخل المحافظات، لتر السولر كان في 2014 هو 13 ب95 قرش، دلوقتي ب11 جنيه. حد اتكلم؟ شفت كاتب قال لهم ازاي كده يا جماعه؟ شفت واحد من اللي كانوا بيهجصوا في 2013 و14 قال لهم حرام عليكم؟ هتقولي أصل الإخوان هم اللي عملوا، أصل إخوانها، أصل مبارك هو اللي عمل. لا يا بيه، ما فيش حاجة اسمها كده، مالناش دعوة بمبارك خالص، مالناش دعوة بمرسي، مالناش دعوة بالإخوان. الراجل ده بقاله 10 سنين، الجعير بقاله عشر سنين بيلحوس فيها. وصل لتر السولر من 90 قرش، لتر البنزين 80 من 90 قرش ل 11 جنيه، وشايف ان انتوا اخركم لطم، هتقعدوا تلطموا شويه بس هتاخدوا على كده يعني عادي يعني. فزود الوقود بتاعكم جنيه 75 قرش، بينما وقود الناس الهاي جنيه، 95 جنيه ل 92 جنيه، 92 زاد جنيه، 95 زاد جنيه، 80 زاد جنيه، بس السولر 175 قرش، وده بقى عمل قفزه في الاسعار.